الرحمن الرحيم، معكم مصطفى نمرة وحلقة جديدة على راديو مباشر ببرنامج الربح والخاسر. النهاردة يوم الخميس 25 ديسمبر 2014. طبعا كل عام وانتم بخير، ان شاء الله سنة 2015 تكون سعيدة على الجميع. وعايز برضو أأكد انه الحلقة دي تقدروا تسمعوها على راديو مباشر وتقدروا تشوفوها كمان بالفيديو بالصورة والصوت، تقدروا تشوفوا الشارتات ووصف كل اللي انا بقوله على اليوتيوب شانل بتاعت مباشر اسمها مباشر تي في او قناة مباشر. النهاردة هنتكلم كالعادة على سهمين اقوية وسهم ضعيف. السهم الضعيف النهاردة هو طلعت مصطفى، اداءه النهاردة كان ضعيف، والسهمين الاقوية هما دلتا الانشاء والجيزة العامة للمقاولات. نبدأ بالجيزة العامة للمقاولات. طبعا ده الشارت اللي قدام حضرتك، ده شارت اسبوعي، يعني كل شمعة من اللي حضرتك شايفهم دول تمثل اسبوع. وزي ما حضراتكم شايفين الجيزة العامة للمقاولات عند اعلى سعر او اعلى مستوى سعري بشكل عام طبعا في تاريخ السهم كله. الشارت ده الداتا بتاعته متوفرة بالنسبة لي هنا من 2005، فبنتكلم في سنوات وسنوات. النهاردة وصلين لأعلى سعر في السنوات دي. طيب النهاردة الجيزة آخر سعر وصله كان حوالي 26 جنيه و75 قرش، ده كان آخر تنفيذ. وباختصار الشارت اللي قدام حضرتك ده يعني هو بيترجم نفسه، السهم داخل في اتجاه عرضي ليه حد علوي وسفلي. طبعا الحد العلوي عند مستويات ال 30 جنيه، ده المستوى الحاسم من وجهة نظري، ده اللي عيني عليه فعلا. والحد السفلي عند مستوى ال 21 جنيه. طبعا في الاتجاهات العرضية معروفة يا جماعة، يعني تكنيكالي ما اقدرش ادخل اعمل عمليات شراء في وسط الاتجاه العرضي لانه بيكون عبارة عن صراع بين البائع والمشتري، وبالتالي ما تدخلش وسط الصراع ده، ادخل لما تعرف ان حد فيهم هينتصر، وطبعا خصوصا المشتري لان احنا ما عندناش شورت سيلينج في البورصه المصريه، وبالتالي انا هنتظر المشتري انه يكسب. طيب امتى ممكن يكسب مشتري؟ في حالتين، يا اما الاسعار تبقى قرب الحد الادنى من الاتجاه العرضي ده عند 21 جنيه ودي رحله هتبقى بعيده قوي، او الرحله الاقرب بقى انه يطلع يكسر ال 30 جنيه ساعتها هتكون فرصه شرائيه كويسه جدا، بما ان احنا بين المستويين دول. تكنيكالي بالنسبه لي انا كمصطفى شايف انه مفيش فرص شرائيه او بيعيه قوي. حتى لو ما نيجي نفتح الشارت اليومي، يعني يمكن الشارت اليومي بيشوف صورة أدق شوية، إنه بقى احنا عندنا دعم آخر عند 24 جنيه، دعم أصغر وأقل أهمية أو أقل تأثيرا وأهمية من الدعم الأكبر اللي عند 21، لكن نقدر نشتري برضو عند مستوى ال 24 جنيه لو شفنا الأسعار نزلت للمستوى ده. أعتقد ده برضو دعم هيكون كويس، هو بين ال 24 و 23 مستوى. ده بالنسبة للجيزة العامة للمقاولات. طيب السهم اللي بعده سهم الدلتا الانشاء، اللي النهاردة كان اداؤه جيد جدا بصعود ما يقارب 7% صعود، اخر تنفيذ عند ما يقارب 7 جنيه 26 قرش بالظبط. سهم الدلتا الانشاء اللي قدامك ده طبعا ده تشارت اسبوعي برضو، وانا هبص بقى على التايم فريم الاصغر شوية. احنا عندنا اتجاه هابط واضح جدا جدا، قمة أقل وقيعان أقل، بدأ من إبريل 2014 لغاية النهاردة. تعال نشوف الشارت ده يومي أحسن، وهنرسم الترند الهابط بتاعنا. باختصار شديد يا جماعة، أنا عشان أقدر أقول إن الاتجاه الهابط ده هيتوقف وإنه احتمال بقى نشوف صعود فعلا وانعكاس بعد الهبوط اللي حصل، بالذات الهبوط الكبير اللي حصل من 8 جنيه ونص لما يقارب 5 جنيه ونص، انا محتاج اشوف كسر لمستويات ال 8 جنيه هنا، لانه ده هيبقى كسر لي كمان الترند الهابط، واشوف طبعا اغلاق يا ريت يوم او اتنين عشان نبقى متاكدين، ونشوف احجام تداول مرتفعه، ساعتها ده هيكون يعني مؤشر جيد جدا. هو على فكره يعني المتابع للسهم بسهولة يقدر يعرف ان كان السهم فعلا يعني ينوي الصعود ان صح التعبير يعني، لكن طبعا الهبوط اللي حصل مؤخرا خد السوق كله، ما فرقش بقى بين سهم قوي او ضعيف. لكن انا في انتظار كسر ال 8 جنيه ببساطة عشان يديني اشارة شراء واضحة، وطبعا وقف الخسائر يا جماعة ده مش محتاج اقول، يعني وقف الخسائر لازم يكون تحت مستوى الشراء، مثلا قول ب 5 او 10% لو انت داخل في بانتري مظبوط، في توقيت شرائي مظبوط. طيب السهم الاخير
السهم الأخير هو طبعا سهم طلعت مصطفى، اللي بوضوح جدا داخل بقى في اتجاه عرضي على شكل كده يبدو، هو لسه بيكونه يعني شكل مش واضح قوي، لكن يبدو ان هو شكل تكنيكالي مشهور جدا اسمه مثلث هابط. تلاقي القمم بتقل زي ما حضراتكم شايفين كده، ادي قمة عندنا، قمة اعلى قمة كانت عند 11 ونص، القمة اللي اقل منها عند مستوى 10 ونص وهكذا، والدعوم ثبت عند مستوى 9 جنيه بيوصل ويرتد. ادي مرة ارتد ودي مرة تانية ارتد. برضو هنا خلينا نوضح حتة تفصيلية شوية، انه يا جماعة بالذات لما بنتكلم عن بورصة مصرية كمان، يعني الدعوم والمقاومات والترند لاينز والحاجات دي ما بتتحسبش بالقرش او بالخمس قروش او لا، ده هي مستويات يعني افريج، مستويات سعرية، لان ده سوق فيه دوشة وفيه احداث واخبار ومتاثرين باحداث اقليميه واسعار بترول ومضاربين ومؤسسات فبالتالي ما ينفعش تعتبر مثلا انه لو الاسعار نزلت تحت 9 جنيه بقرش او بخمس قروش او ب 10 قروش يبقى كده الدعم ده اتكسر مثلا، لا طبعا لا طبعا. محتاجين لازم كونفرميشن، لازم نشوف اكتر من شمعه بيسموه تايم فلتر، ونشوف اغلاق واضح بهبوط كبير قوي تحت الدعم او فوق المقاومه لو احنا في حاله كسر مقاومه، ده بيسموه برايس فلتر. باختصار طلعت مصطفى اللي اخر تنفيذه كان عند 9 جنيه 20، قرب ال 9 جنيه دي مستويات شرائيه كويسه، او طبعا انه يطلع يكسر ال 10 ونص ده تاني مستوى شرائي. اذا يعني طلعت مصطفى تقريبا المستويات الحاليه هي فرص جيده لعمليات تجميع في السهم. وفي النهايه يا جماعه السوق بتاعنا متاثر جدا جدا بالوضع الاقليمي، ها وبتكلم خصوصا عن اسواق الخليج المتاثره جدا طبعا باسعار برميل البترول، ومتاثر بشكل مباشر من وجهه نظري بسعر برميل البترول اللي اثر سلبا جدا جدا على اداء البورصه المصريه والبورصات الخليج طبعا بشكل عام. ويمكن عشان تتاكد من حاجه زي كده تقدر تقارن مثلا بين اداء البورصه المصريه وتفاعل البورصه المصريه مع هبوط اسعار البترول وهبوط بورصات الخليج، ومع تفاعل بورصه زي بورصه تونس اللي هي بلد مش معتمده على الخليج بشكل كبير، ومش لينكد او مش مرتبطه بشكل كبير باسعار بترول زي مصر. ده باختصار بالنسبه للنهارده. اتمنى الحلقه تكون مفيده. كان معاكم مصطفى نمره، نشوفكم الحلقه القادمه ان شاء الله.